سلام كوكو صافا السلام عليكم وتحية رجوية لأي رجوي تشوفنا على قناة رجاء الشاب. تنتمنى لكم الخير والتيسير. قبل ما نبدأ الفيديو تنشكر أي واحد تفاعل معنا في اللايف اللي درنا البارح أو في الفيديو اللي درنا البارح. تنشكر أي واحد دار كومنتار أو دار لايك أو اشترك معنا في القناة. هذه القناة ديالنا كاملين اللي هي قناة رجاء الشاب. بغيت نبدأ الفيديو ديالي بواحد القضية اللي انتبهت ليها اللي هو السيل دو جو ديال المنتخب. السيل دو جو ديال المنتخب او الهوية الجديدة اللي ولات عند المنتخب الوطني المغربي اللي هي كرة القصيرة وهاك وسير باش تماركي. كانت هذه الهوية ديال فريق الرجاء الرياضي من زمان اللي الله تخلقات فريق الرجاء الرياضي قبل ما نتزاد لا انا لا انت. فريق الرجاء الرياضي شحال هذه كيف غنخلي لكم واحد الفيديو باش تاكدوا فيديو قريب ديال 2008 ولا 2007 ولا مات 2009 واحد الديربي غنخليكم واحد المقاطع. هذه الهويه ديالنا او السيل دو جو اللي تلعبوا. السيل دو جو اللي تلعبوا هي دقه دقه هاك ورا سيرت ماركي. غنخليكم دابا مع الفيديو ونرجعوا باش نكملوا الفيديو ديالنا. لاعب كوني ديال جوج موسى سليمان اقول عند كوني. كوني كرجع الكرة مرة أخرى عند مسلوب كوني. هذه أحد المحاولات ديال فريق الوداد ولكن تدخل الأمين الرباطي بالرأس أمام بوجمع قصب بكل هدوء لاعبي فريق الرجاء البيضاوي وحارس الشاذلي. فريق الرجاء البيضاوي تمريرات قصيرة الآن يصلون ل كرة في اتجاه لاعب الرجي وخطأ يقول موسى سليمان. ترجع الكرة مرة أخرى عند يوسف كوني مسجل الهدف الثاني. مروان زمامة كرة دائرية بالرأس الحكم لفائدة تبادل كرات قصيرة بين مدافعي فريق الرجاء البيضاوي. رجع الكرة لمصطفى الشاذلي. هذا فيديو من بزاف ديال الفيديوهات أو من بزاف ديال الماتشات. فريق الرجاء الرياضي معروفة بدقة دقة. اللي بغيت نوصل أو اللي بغيت نقول أو لهذا الفيديو علاش أنا دايرو أصلا دايرو على جوج ديال الحوايج. دايرو على الانتدابات ودايرو باش نوصل شي ميساج اللي قدرت نوصلو على الهوية ديال فريق الرجاء الرياضي اللي دابا المنتخب الوطني الأولمبي اللي شرفنا والعالم تيشوف. كنا بغينا الذهبية حاليا المنتخب الأولمبي عطاونا واحد النفسية جديدة عطاونا واحد الروح مستعدة باش تدخل بحماس لعصبة الأبطال. هذه رسالة لا قدرت توصل ما عرفتش يقدر يشوف شي لعاب ويوصل للعاب واحد اخر الله اعلم. اللي بغيت نقول لكم هو عصبة الابطال ديال هذا العام هذا خصها تكون عصبة الابطال خيالية. خصكم تقاتلوا معانا. حنا دابا غادي نلعبوا وغنطلعوا ثاني للمغرب وشفنا كيفاش لعبوا المنتخب الاولمبي وهذاك الشيء اللي شفناه راه هي الهوية ديال الرجاء. راه شحال هذه راه كنا تنلعبوا غير دقة دقة حتى البوطو حتى نرجعو. راه دابا فاش شفتو هاد الفيديو هذا عرفتي وصلو حتى الكورنين باش بلاص مي سونطري هاو تماركا ترجعو تاني السونتر باش نلعبو دقة دقة. ولكن ان شاء الله نتحكمو في المقابلات اللي عندنا وان شاء الله نديرو شي حاجة زوينة في العصبة الأبطال. غدا ان شاء الله عندنا ماتش مهم ومهم بزاف مع العين الإماراتي. العين بطل عصبة الأبطال ديال آسيا. العين الاماراتي اللي ربحات الهلال بالنجوم ديالها ربحات النصر
بالنجوم ديالها، ربحات فرق كبيرة باللاعبين الكبار اللي عند الخصم، وقدرات تدي عصبة الأبطال ديال آسيا. حنا غدا عندنا واحد الامتحان، وغادي نشوفوا وغادي نتفرجوا في الماتش. اللعابة عارفين باللي هذا الماتش نقول لا في أبو ظبي سبور ولا في المغربية. إن شاء الله بغينا نشوفوا مقابلة في المستوى، بغينا نشوفوا انسجام ديال اللاعبين. غادي نعرفوا واش اللاعبين مستعدين لعصبة الأبطال ولا لا، واش عندهم هذيك لا غرينطا، باقا هذيك لا غرينطا ولا لا، لأن عندنا عصبة الأبطال. إن شاء الله نشوفوا شي مقابلة في المستوى اللي تليق بينا احنا كرجويين وتليق بالكرة المغربية. هذا أول حاجة. ثاني حاجة، إذا كانوا غادي يديروا شي انتداب، قبل ما ندوز للانتدابات، كاينين انتدابات جداد. التساؤل اللي عندي، واش هاد اللعابة اللي ما بانوش باج اوفيسيال، واش غادي يبانوا غدا ولا ما غيبانوش؟ مع العلم انك انت باقي ما حطيتيهمش باج اوفيسيال، باقي ما علمتيش على انك درتي انتداب بهذوك اللاعبين، لا زيزي لا بعدي لا عمامو، هاد الثلاثة هادو باقي ما حطيتيهم في باج اوفيسيال. واش غادي يلعبوا ولا ما غيلعبوش؟ حنا غدا غادي نشوفوا ان شاء الله. ثاني حاجه، الا كان غيدار شي انتداب، نرجعوا للفكره الاولى اللي درنا، اللي هي انتداب ماشي خصو يكون من اجل الانتداب، او شي لاعب واعر في شي فرقه ديالو نشدوه نجيبوه نحطوه عندنا. حنا عندنا واحد ستيل دو جو، الا كان واعر وعنده ستيل دو جو اللي غيليق الفرقه ديالنا مزيان. اما الا كان واعر وما عندوش داك السيل دو جو، ما ينفعناش، نقدروا نجيبوه ما يصدقش لينا، ما كاينلاش. حنا بغينا لاعب اللي اول حاجه غيكون جاهز، ثاني حاجه تكون عنده عقليه ديال السيل دو جو ديالنا حنا، ديال هاك ورا سيرت ماركي ردينا دوبليك بهالطريقه هادي، وبغينا نطوروا من السيل ديالنا باش هكا نديروا شي حاجه في عصبه الابطال. هذا العام، هذا العام داخلين بغينا نكونوا مزيانين في عصبة الأبطال، بغينا نجيبوا لا كوب من عصبة الأبطال. علاش لا؟ عندنا ثلاثة وبغينا نزيدوا الرابع. ما تنساوش أخوتي، بعد غدا غادي نديروا واحد اللايف باش ندويو على الماتش ديال العين والرجاء، وغادي ندويو حتى على الانتدابات، وغندويو على شي أمور أخرى تخص فريق الرجاء الرياضي. حنا بغينا غير حاجة واحدة، وهو الفريق ديالنا يكون جاهز لعصبة الأبطال والبطولة وكأس العرش. هاد العام اللي جاي او الموسم اللي جاي خصنا نكونوا استثنائيين، بما اننا احنا ابطال ديال المغرب بدون هزيمة، يعني خصنا نكونوا استثنائيين في الموسم الجاي ان شاء الله. نتمنى لكم الخير والتيسير. ديما راجع، مع السلامة.